لتفاصيل أكثر مشاهدينا حول هذا المرض، مرض الرعاش الباركنسون، هو مرض عضال يمثل تحديات للمرضى في تأدية حياتهم اليومية. جاء الطب بحلول قد تخفف من آثار هذا المرض اللي يصيب نحو 1% من الكويتيين. شنو الأسباب؟ شنو الحلول؟ أسئلة راح يجيب عليها ضيفنا اليوم في الاستديو دكتور عبد العزيز أشكناني، استشاري أمراض الجهاز العصبي. دكتور عبد العزيز صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. يعني بداية نبي نعرف شنو هو مرض الباركنسون أو ما يسمى بمرض الرعاش. الباركنسون هو مرض يصيب الخلايا العصبية المسؤولة عن تنظيم الحركات الإرادية، يعني في شبكة من الخلايا العصبية في المخ مسؤولة عن تنظيم الحركة وضبط شدة انقباض العضلات وانبساطها. فأحيانا يكون هناك خلل ونقص في إفراز مادة الدوبامين اللي هي المادة المسؤولة عن توصيل النبضات العصبية والأوامر العصبية لهذه الخلايا، ينتج عنها خلل يظهر على شكل مثلا حركة لا إرادية أو رجفة في الإيد والرجل أثناء الفترة المفروض تكون العضلات ساكنة، يعني أثناء السكون يكون مصاحب لها بطء في بدء الحركة، بطء في الحركة نفسها، تصلب أو شد في العضلات، تغير في المشي وخطوات الشخص ملاحظ أثناء الفحص. دكتور، هل أسباب معينة؟ يعني هل هي أسباب وراثية، فيروس، في عوامل معينة تؤثر وتصيب الإنسان بهذا المرض؟ الوراثة نسبة صغيرة من المرضى تكون عوامل وراثية، وعادة في صغار السن، أما اللي في عمر كبير بعد 60 سنة هذيل عادة أمر مكتسب ينتج من ضمور لهذه الخلايا. في نظريات مختلفة علمية لمحاولة تفسيرها، ولكن السبب الأساسي ما في شيء واضح 100%. يعني ولكن مو شيء ثابت ولا عند الجميع موجود. يعني ممكن الأعراض تصيب كبار السن، نقول هم لهم فرصة أكبر بأن يصابوا بمرض الباركنسون. أي كبار السن، وكل ما زاد العمر الفرصة أكبر أن يصيبهم. طيب هناك عوامل أكيد دكتور يعني ممكن نقول سلبية تؤثر على مريض الباركنسون، ممكن يوخر عنها أو أنها ما لها علاقة؟ ما في عوامل مباشرة، لأن هو ناتج من نقص في مواد كيماوية الدوبامين في المخ، وبالتالي يأخذ الدواء يعوض هذه المادة وتحسن الأمور أثناء أخذه. طيب هناك أكيد دكتور علاجات مختلفة لمرض الباركنسون، يعني قبل قليل شفنا بالتقرير في هذه أتوقع أحدث نوع من العلاج، البطارية كما ذكرت، كنا قاعد نتكلم عن هذا الأمر قبل قليل. العلاجات بداية تبتدي عن طريق الأدوية، الأدوية تأخذ عن طريق الفم على شكل حبوب. في بعض المرضى يحتاجون جرعات قليلة ولكن متكررة من هذه الأدوية لتجنب أعراضها الجانبية، فهذولا ممكن يستفيدون من شيء يسمونه مضخة للدواء الدوبامين عن طريق المعدة. نعم. في مرضى آخرين يستفيدون من الدواء، ولكن الاستفادة تكون مصاحبة لأعراض جانبية مثل هلوسات، حركات لا إرادية زائدة. هذين المرضى يستفيدون من زرع بطارية أو منظم للجهاز العصبي، فتصير مثل سلك لمنطقة معينة في المهاد أو تحت المهاد، وتزرع تحت الجلد نفس منظمة للقلب مثلا. نعم. ويتم ضبطها لاحقا وتشغيلها وضبط مقدار النبضة الكهربائية المعطاة للوصول إلى أفضل مقدار للتحكم في هي. دكتور يعني مثلا تقلل من نسبة الرعاش لدى المريض، أو أنه يكون أكثر، يعني تكون حركاته تحت السيطرة أكثر؟ البطارية هاي تعطي الفائدة مالت الدواء، يعني كأنه قاعد ياخذ الدواء بدون الآثار الجانبية مالت الدواء اللي ممكن تصير. نعم. بالتالي المريض قبل أن يجري هذه العملية يتم ملاحظته لما ياخذ الدواء، هل يستفيد من الدواء ولا لا؟ إذا ما يستفيد من الدواء ما راح تستفيد من البطارية. اللي يستفيد من الدواء وعنده أعراض جانبية منه، هذا الشخص اللي ممكن يستفيد من البطارية، لأنه راح يحصل الفائدة من غير ما ياخذ الدواء، آثار الجيدة للدواء من غير الآثار الجانبية مالته. طيب دكتور، شنو نشاطاتكم التوعوية من ناحية الوقاية من هذا المرض؟
يعني في اكو الحين عيادات متخصصه لامراض الحركه في مستشفى ابن سينا ومستشفى العدان، وفي ايام توعويه لمرض الباركنسون، و يعني بين فتره وفتره خلال السنه تتم بروشورات وكتيبات. شلون تشوف نسبه الاقبال او تفاعل الناس؟ يعني مو كثير نشوف في وعي كامل تجاه مرض الباركنسون الا اذا شفناه، يعني احنا نشوفه مثلا عبر وسائل الاعلام، ولكن حقيقه عندنا ما نتعرض كثيرا يعني تجاه الناس اللي يعانون من هذا المرض. يعني الناس اللي يعرفون احد او عندهم قريب لهم مصاب بهذا المرض هم اللي نشوفهم اكثر تفاعلا، هم يجون يدورون لاقل سبب ممكن يخشى انه يكون عنده هذا المرض او انه يبتدي الحين، ويشوف صغار السن يجون شاكين عندهم باركنسون لان في رجفه صارت. نعم. في يوم من الايام نعم دكتور عبد العزيز، يعني اهم شيء بالنسبه حق مريض الباركنسون انه يلتزم بالخطه العلاجيه الموضوعه، لان كل مريض يختلف عن الاخر، ما في خطه تمشي مع الكل. نسبة متفاوتة يعني. اي فكل واحد الجرعة واوقاتها تختلف من مريض الى اخر، ومجموع الادوية وطريقتها اللي تعطى، بالتالي الافضل المتابعة مع دكتور متخصص واحد، لان اذا تغير من دكتور الى دكتور فتغير الامور بالنسبة لها تصير صعبة. دكتور عبد العزيز اشكناني استشاري امراض الجهاز العصبي، احنا شاكرين لك وجودك اليوم في العالم هذا الصباح. يعطيكم العافية وما قصرتوا.